عايزة أنتقل مع حضراتكم لخبر آخر متصل بالكلام اللي كنا بنقوله، وبنتكلم عن لجنة الشباب بالنادي الأهلي تحت إشراف طبعا اللجنة العليا للجان والإدارة التنفيذية، لأن هي نفذت بطولة عائلة الأهلي للألعاب الإلكترونية وتحديدا كان بفرع الشيخ زايد. خلينا نعرف بالظبط إيه اللي حصل في التقرير ده. إحنا طبعا بنشكر لجنة الشباب على مجهودها الكبير طبعا ما شاء الله، وربنا يوفقهم يعني، وبصراحة بطولة كويسة، واحنا متعودين كل سنه على البطوله الجميله ديت بصراحه، وبصراحه مجهود رائع وتنظيم كويس جدا، وفرحه كويسه للشباب منهم ولادي طبعا، ونشكر طبعا كابتن محمود الخطيب واداره النادي. حلوه البطوله طبعا، وكسبت الحمد لله. بقالي 7 سنين بلعب بلاي ستيشن، من ايام بلاي ستيشن 2 بلعب فيفا من 2018 تقريبا، وكسبت بطوله البلاي ستيشن اللي فاتت الحمد لله، وبتمنى اني اكسب البطوله دي. هو طبعا الالعاب الالكترونيه بقت خلاص امر واقع موجود في حياتنا، فاحنا فكرنا كلجنه شباب يعني قدموا لنا اقتراح ان احنا دي على فكره تاني بطوله نعملها للبلاي ستيشن، ان احنا نلم العيله يلعبوا كلهم مع بعض، فعملنا الاعلان على البطوله. 120 لعيب قدموا في خلال 3 ساعات، فاضطرينا حتى نقفل الفورم من كتر الضغط. وزي ما حضرتك شايفه الاعمار بسم الله ما شاء الله، في الاب وفي الولد الصغير وفي كل الاعمار كله مشترك يعني الحمد لله. حقيقه لجنه الشباب مش اول مره يعملوا ايفنتات جميله في النادي في الشيخ زايد بالذات. تاني ايفنت يتعمل بالنسبه لبطوله البلاي ستيشن، كان المره اللي فاتت كانت ناجحه جدا جدا جدا، وبذلين مجهود خرافي. التنظيم النهارده على اعلى مستوى، الناس بتدخل بنظام، الناس قاعده في التكييف وقاعده كلها قاعده بره حتى في التكييف، الناس بتلعب بهدوء زي ما حضرتك شايف، الصاله كلها هدوء كلها تنظيم، الامن كله قايم بدور الحقيقه، حتى اداره النادي كلها بسم الله ما شاء الله عامله اللي عليها وزياده كمان. يمكن دي النسخه الثانيه من دوره النادي الاهلي في البلاي ستيشن، احنا عملنا الدوره دي قبل كده السنه اللي فاتت، والسنه دي زي ما انتم شايفين طبعا الاقبال كبير جدا. يمكن احنا فتحنا الفورم التقديم، جالنا اكتر من 120 عضو في خلال ساعتين ثلاثه. الاعمار طبعا يعني زي ما انتم شايفينه، دي اللي بيميز طبعا الدوره دي والانشطه اللي بتعملها لجنه الشباب، ان الاعمار عندنا احنا من اول 10 سنين لناس طبعا لكل اعمار 30 و 40 سنه، كل اعمار مشاركه، الاب معاه ابنه، كل الاعمار موجوده. احنا طبعا مقسمين البطوله ال 120 مقسمينها طبعا ادوار، وباعتين طبعا سكادول للناس، الدور ده من كذا لكذا، واللي بيكسب بيكمل، وطبعا في جوائز برضو الاول 3 مراكز، والدنيا ماشيه والاعضاء والناس مبسوطه الحمد لله.